إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، إن من أهم المهمات التي ينبغي علينا أن نتعاهدها وأن نتذاكرها تذكرة وتبصرة التذكير بأحكام المناسبات في الأوقات. ومن ذلك يا عباد الله ما يتعلق بالركن الثالث من أركان الإسلام، وهي الزكاة، التي لا يعذر أحد في عدم معرفتها، ولا يعذر أحد في الجهل بها، فإن ذلك من أوجب الواجبات وأهم المهمات على كل مسلم ومسلمة، لأن أركان الإسلام واجبة على الجميع أن يتعلم أحكامها وجوبا عينيا، خاصة إذا تعلق الحكم به. ومن ذلك يا عباد الله تعلم أحكام الزكاة، ومنها يا عباد الله زكاة الخارج من الأرض التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا في تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق. فهذه آيات وأحاديث تدل على وجوب زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. وكثير من الناس يا عباد الله تمر عليه سنوات كثيرة وهو لا يعلم هذه الأحكام ولا يزكي هذه الزكاة التي هي من أوجب الواجبات عليه، ومن أوجب الواجبات عليه أن يتعلمها، لأنها ركن من أركان الإسلام. فزكاة الحبوب والثمار يا عباد الله من أنواع زكاة المال التي يجب على العبد أن يخرجها إذا تحققت الشروط. وشروط زكاة الحبوب والثمار: أولاً، أن تكون هذه الحبوب والثمار في ملك المسلم، وتكون في ملكه عند اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر. فإن ملكها بعد أن بدا صلاحها أو اشتد حبها فلا زكاة عليه، وإنما الزكاة على من باعها. أما إذا ملكها قبل أن يشتد الحب ويبدو صلاح الثمر فإن الزكاة عليه. والشرط الثاني: أن تبلغ نصابا، ونصاب زكاة الحبوب والثمار ما بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
وقال صلى الله عليه وسلم: لا في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق. والخمسة أوسق هي تساوي بالأصواع 300 صاع، وبحسابنا الحالي حسبها الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ب 612 كيلوا. فمن بلغ عنده النصاب من الحبوب أو الثمار 612 كيلوا فقد بلغ النصاب ووجبت الزكاة، وما فوق هذا فإنه تبع لأصل النصاب. ومن المسائل يا عباد الله المتعلقة بالحبوب والثمار وزكاتها أن الزكاة تجب على كل الثمرة وإن تفرقت، فمن كان عنده مزرعة أو مزرعتان أو مزرعة وزراعة في البيت فإنه يحسب جميع الثمرة في كل مكان زرع فيه وفي كل مكان ظهرت فيه الثمار، فإن تفرقت الأماكن جمع العدد. وأيضا يا عباد الله يجمع جميع الجنس من الثمرة الواحدة، فلو كان عنده عدة أنواع من التمر فإنه يجمعها جميعا في نصاب واحد، فإذا بلغت بمجموعها النصاب وجبت الزكاة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن المسائل المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار المقدار الذي يخرج من زكاة الحبوب والثمار، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء وما كان عثريا أي يسقي نفسه بعروقه العشر، وما سقي بالنضح والسواني ففيه نصف العشر. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في المقدار الذي يخرج من زكاة الحبوب والثمار، فإن كان بغير مؤمن كأن يسقى بماء المياه كأن يسقى بمياه الأمطار والعيون والآبار التي ليس فيها مؤنة ولا كلفة، أو كان عثريا يسقي نفسه بعروقه فإنه يخرج العشر، وإن كان يسقى بمؤنة وكلفة بالآلات ونحوها فإن فيه نصف العشر. ومعرفة ذلك يا عباد الله بأن يجمع المحصول الذي أخرجه من مزرعته ومن مجموع مزارعه ثم يقسمه على عشرة فيكون هذا العشر، وإذا أراد إخراج نصف العشر فيقسمه على 20 والناتج هو الزكاة. ومن المسائل المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار أنها تخرج حبًا وثمرًا ولا تخرج نقدا على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن المسائل المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار أن مصارف زكاة الحبوب والثمار هي مصارف الزكاة العامة، وهي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل. ومن المسائل يا عباد الله المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار ما يخطئ فيه كثير من الناس، إذا قلت له هل أخرجت زكاة الحبوب والثمار؟ فيقول: أنا أخرج صدقات وأخرج هدايا. فيقال له: إن هذا لا يجزئك ولا ينفعك عند الله عز وجل في مقابل الزكاة الواجبة، فيجب عليك أن تخرج الزكاة بنية الزكاة في مصارفها الثمانية أو في بعضها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن المسائل المتعلقة يا عباد الله بزكاة الحبوب والثمار أن الدولة قد تأخذ الزكاة من الناس، تأخذها بالخرص، فقد يقع الذي يأتي
من الدولة في خطأ في الحساب، فيجب على من كان عنده هذا الثمر ويعلم أن المندوب الذي أخذ الزكاة أخذ أقلا من الزكاة الواجبة أن يخرج ما بقي من زكاته، فإنها واجبة في ذمته. وبعض الناس يقول في ذمة هذا المندوب، فيقال هو في ذمته وفي ذمتك، هو سيسأل وأنت عند الله ستسأل، خاصة فيما يتعلق بهذه الزكاة التي هي من أركان الإسلام. فعلينا يا عباد الله أن نتفقه في ديننا وأن نتعلم هذه الأحكام حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. واعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.